بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وما رضى الله إلا برضا الوالدين. أستأذنكم في هذا اليوم لأقدم لكم التصريح النصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 في بلادنا للفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى غاية التالي من شهر غشت لسنة 2021. وأستهل هذا العرض وكالعادة بالحالة الوبائية العالمية، فإلى حدود يوم أمس الاثنين غشت 2021 تم تسجيل 198,879,142 حالة إيجابية في العالم، أي بمعدل إصابة تراكمي يناهز 2551 إصابة لكل 100,000 نسمة. أما عدد الوفيات المسجل عالمياً فلقد وصل إلى حدود يوم أمس ما مجموعه 4,238,503 حالة وفاة، أي بمعدل إماتة عالمي يناهز 2.1%، فيما استمرت نسبة الشفاء في التحسن وقاربت 90.3%. دائماً فيما يخص الحالة الوبائية على المستوى العالمي، فخلال الأسبوعين الأخيرين نشير أن المنحنى الوبائي الأسبوعي واصل ارتفاعه ولكن بشكل أقل حدة، حيث أن مؤشر الحالات الإيجابية ارتفع بنسبة زائد 3%. ترجم هذا الارتفاع على المستوى القاري بشكل متفاوت، حيث واصلت المؤشرات الأوروبية الارتفاع في الحالات الإيجابية بنسبة زائد 11.8%، وكذلك منطقة الشرق المتوسط بزائد 36.8%، وجنوب شرق آسيا بزائد 8.5%، بينما سجلت كل من القارة الإفريقية والقارتين الأمريكيتين انخفاضاً بناقص 9.1% و 2.8% بالنسبة للأمريكيتين. فيما يخص تطور منحنى الوفيات العالمي للأسبوعين الأخيرين، فلقد انخفض بنسبة 8% على مستوى السلالات المتحورة. ووفقاً للبيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية في نهاية الأسبوع، لا زال الوضع الوبائي جد مقلق، وذلك بالزيادة والتوسع المستمر في عدد البلدان التي أعلنت عن تسجيل المتغيرات الأربعة المثيرة للقلق، حيث يستمر انتشار سلالة ألفا البريطانية في أكثر من 182 بلد، من بينهم 80 دولة أكدت الانتشار الجماعاتي لهذه السلالة، بينما وصل انتشار سلالة الجنوب إفريقية أو المسمات بيتا إلى 131 بلد، أي بإضافة 10 بلدان في الأسبوعين الأخيرين، في حين سجل تواجد السلالة البرازيلية أو المسمات غاما في أقل، وهي أقل انتشاراً في 181 بلد. أما السلالة الهندية أو الدلتا والتي يترقب العالم بإسره تحركاتها، فلقد اكتسحت 131 بلد إلى حدود الآن، أي بزيادة 20 دولة، وهذا المتحور يعتبر السلالة الغالبة في أكثر من 80 بلد. ونظراً لقابلية انتقاله العالية وكما كان متوقعاً، واصل هذا المتحور انتشاره، ومن المرجح أن يتفوق متغير دلتا هذا بسرعة على المتغيرات أو السلالات المتحورة الأخرى، ويصبح بذلك البديل السائد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وحالياً يعزى تفشي العدوى وعودة الاستشفاء العالي في أقسام العناية المركزة إلى متغير دلتا هذا. فيما يخص الحالة الوبائية على المستوى الوطني، بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود مساء يوم أمس الاثنين 2 غشت 2021 ما مجموعه 633,923 حالة مؤكدة، وهذا العدد يعطينا معدل إصابة تراكمي يقارب 1739 حالة لكل 100,000 نسمة. هذا المؤشر يمنح بلادنا الرتبة 42 عالمياً والثانية إفريقياً بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية. أما بالنسبة للوفيات، وإلى حدود مساء يوم أمس سجلت المنظومة الصحية 9,885 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعاً، وهذا ما يعطينا نسبة إماتة وطنية مستقرة في 1.6% مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب 2.1. نشير هنا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة 48 عالمياً والرابعة إفريقياً لعدد الوفيات المسجلة،
ومن جهة أخرى نسبة الشفاء المسجلة وصلت إلى 90%. وكتقييم إجمالي للحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، فإننا نسجل الملاحظات التالية. أولاً، وكما أشرنا إلى ذلك في التصريح الماضي، فبلادنا دخلت مرحلة الانتشار المجتمعاتي منذ أزيد من 5 أسابيع، ونحن الآن في النصف التصاعدي للمنحى الوبائي، وهذا ما يفسر استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات الإيجابية المسجلة في بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين. فمقارنة بين الأسبوع الماضي والأسبوع ما قبل الماضي، نسجل وللأسف ارتفاعاً مضطرداً في عدد الحالات الإيجابية، زاد عن 133%. هذا الارتفاع جسد خلال هذا الأسبوع، خلال الأسبوع المنصرم، بتسجيل أرقام قياسية متتالية نحن في غنى عنها، حيث قارب العداد اليومي 10,000 حالة في مناسبتين خلال الأسبوع الماضي. ويشمل هذا الارتفاع كل الجهات والأقاليم وبدون استثناء، حيث أننا بدأنا نسجل مستويات تفيد وبكل تأكيد دخول بلادنا في مرحلة متقدمة من الانتشار الجماعاتي الواسع. وتوزع هذا الارتفاع جهوياً على النحو التالي: جهات الداخلة والذهب زائد 118%، جهات قلميم ودنون زائد 410%، جهة العيون الساقية الحمراء زائد 134%، جهة الشرق زائد 219%، جهة درعة تفيلالت زائد 249%، جهة فاس مكناس زائد 94%، جهة بني ملال خنيفرة زائد 233%، جهة الرباط سلا القنيطرة زائد 202%، جهة طنجة تطوان الحسيمة زائد 188%، جهة سوس ماسة 90%، جهة مراكش أسفي 136%، الدار البيضاء سطات زائد 96%. من جهة أخرى، عرف معدل التكاثر أو التوالد تفاقما عميقا وحدا في قيمته، حيث واصل ارتفاعه للأسبوع السادس، وقدرت قيمة هذا المؤشر في 1.47. ونذكر هنا أن هذا المستوى يفوق مرتين الهدف المسطر في المخطط الوطني للرصد ومكافحة كوفيد-19، والذي حدد في أقل من 0.7. ثالث ملاحظة: موازاة مع تفاقم الحالات الإيجابية خلال هذين الأسبوعين، ارتفعت نسبة الإجابة بصفة ملحوظة هي الأخرى، حيث تضاعفت من 10.7% إلى 20.38%. ونشير هنا أن أعلى نسبة سجلت بجهة قلميم ودنون 39%، وأدنى نسبة سجلت بفاس مكناس 4%. ونذكر في هذا الصدد أن العدد الأسبوعي للكشوفات واصل ارتفاعه، حيث مررنا من معدل أسبوعي يقارب 140,000 في الأسبوع إلى معدل يفوق 250,000 كشف في الأسبوع المنصرم، أي بمعدل يومي يفوق 35,000 كشف. ونشير هنا أن المغرب تخطى مساء يوم الأحد سقف 7 ملايين اختبار أو كشف، وهذا ما يخول لبلادنا الرتبة الثانية إفريقيا. رابع ملاحظة: سجلت المنظومة الصحية كذلك ارتفاعا مرعبا ومؤرقا في عدد الحالات النشطة، حيث مررنا من 15,253 حالة نشطة كعدد سجل منذ أسبوعين إلى أعلى رقم منذ بداية الجائحة، ألا وهو 54,586 حالة نشطة يوم أمس، أي بارتفاع قياسي ناهز 257%. خامس ملاحظة: فيما يخص عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، فلقد عرفت طبعا هي الأخرى ارتفاعا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث انتقلنا من 413 حالة إلى 860 حالة ليلة الأحد، أي بزيادة فقط 108%. سادس ملاحظة: عرف التطور الأسبوعي لمعدل اليومي للحالات بالأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي هو الآخر ارتفاعا في عدد الحالات خلال الأسبوعين الأخيرين بنسبة 22%.
سابع ملاحظة، وكما كان مرتقباً سجل منحنى الوفيات النصف شهري ارتفاعاً كبيراً ناهز زائد 75%، حيث انتقلنا من 81 حالة وفاة في الأسبوع إلى آخر حصيلة وهي 244 وفاة في الأسبوع المنصرم، أي بزيادة 200%، وهي أعلى حصيلة أسبوعية للوفيات تسجل منذ 8 أشهر. وعلى ضوء ما سبق، نؤكد هنا أن كل مؤشرات تتبع الحالة الوبائية في بلادنا تشير وتؤكد دخولنا في مرحلة الانتشار الجماعاتي منذ 5 إلى 6 أسابيع، وأننا في المرحلة التصاعدية للمنحى الوبائي، والتي يمكن أن تعرف ذروتها في الأيام القادمة. لذا يجب علينا جميعاً أن نتأهب لهذه المرحلة وأن نعمل جميعاً على تلجيمها لكي نتفادى فقدان المزيد من الأرواح، ونتجنب وضع منظومتنا الصحية أمام محك لا نعرف مأواه. وعليه تناشد وزارة الصحة مرة أخرى جميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية والمواطنة والاحترام الأمثل للتدابير الوقائية والمشاركة الفعالة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الوباء. فيما يخص الأحداث البارزة خلال الأسبوعين الأخيرين، أقول في الأول استمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لأسبوعها 27 على التوالي منذ انطلاقها رسمياً يوم 28 يناير 2021 من طرف صاحب الجلالة نصره الله. ثاني نقطة، تواصل المملكة المغربية والحمد لله في استلام كميات إضافية من اللقاح الخاص بكوفيد-19، وهكذا توصلت بلادنا في نهاية الأسبوع الماضي بشحنات من اللقاح سينوفارم الصيني وكذلك اللقاح الأمريكي جونسون، وهذا ما سيمكن السلطات الصحية من مواصلة عملية التلقيح بكل ارتياح ضد هذا الوباء. ثالث نقطة، من أجل تسريع الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، تم توسيع الفئة العمرية المستهدفة حالياً لتشمل المواطنين البالغين 25 سنة فما فوق، ومنحهم فرصة إضافية للاستفادة من عمليات التلقيح. رابع نقطة، قرار وزارة الصحة فتح مراكز التلقيح أو الفاكسينودروم كل يوم الأسبوع حتى الساعة 8 مساءً وبدون شرط الموعد ولا شرط الإقامة، وكل هذا لتمكين وتسهيل عملية استفادة المواطنات والمواطنين والقاطنين في بلادنا من هذه اللقاحات. خامس نقطة، سجلنا وبكل فخر واعتزاز يوم أمس تخطي العداد الوطني للتلقيح لحقنته 24 مليونية، حيث أننا وصلنا إلى غاية يوم أمس إلى 24,257,310 حقنة موزعة كما يلي: 13,973,650 كحقنة أولى، و10,283,660 كحقنة ثانية. وفي الختام، نؤكد مرة أخرى على دخول بلادنا مرحلة جد دقيقة، مرحلة وبائية تتسم بنشاط فيروسي واسع وسريع ومتصارع، مرحلة تستوجب منا جميعاً فرادى وجماعات ردة فعل ذكية وإيجابية مسؤولة ومواطنة، تمكننا من الخروج من هذه المرحلة بأقل ضرر ونتفادى بها أي انتكاسة موجعة لا قدر الله. ولذا يجب علينا جميعاً وخصوصاً خلال فترة العطل هذه العمل على توفير الشروط المناسبة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، مع ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية. ولكم مني جزيل الشكر.